الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، سواء كان يراك الناس أو لا يرونك، حيثما كنت في الزمان، حيثما كنت في المكان، دائما اجعل تقوى الله أمام عينيك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما سئل علي رضي الله عنه عن التقوى قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام جميل جدا من علي رضي الله عنه. الخوف من الجليل سبحانه، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، شيء يقيك عذاب الله. ما الذي يقيك عذاب الله؟ طاعة الله، الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يقيك غضبه ويقيك ناره ويقيك عذابه سبحانه وتعالى، أن تلتزم بدين الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت.